عقد اليوم في محافظة ذي قروة بدعوة من أحد الأحزاب الناشئة مؤتمر حواري ضم مجموعة من قوى تشرين والأحزاب الناشئة وبمشاركة واسعة من قبل الناشطين من جميع أنحاء العراق من أجل النهوض بالواقع السياسي وخلق بديل جديد. الاجتماع الثاني الموسع التشاوري لقوى الاحتجاج والتغيير، يضم هذا الاجتماع عدد كبير من قوى الاحتجاج وأبرز الناشطين فيه، وأيضا بعض منظمات المجتمع المدني والنقابات وكل المشاريع تقريبا السياسية التي انبثقت من الاحتجاج. جاء هذا الاجتماع الثاني، الأول كان في بغداد، هذا في عنوان 3 سنوات على تشرين. يسعى هذا الاجتماع وما سبق من كل الاجتماعات لتوحيد صفوف المحتجين وإيجاد آلية العمل بين كل تجمعاتهم من تنسيقيات احتجاجية وناشطين ومشاريع سياسية لغرض توحيد الخطاب، توحيد الأهداف والسعي لأن تكون العملية أكثر تنظيماً وأكثر إنتاجاً. اجتماع تشاوري في الناصرية تستضيفه هذا اليوم ببرواز أعلى، وهدف سامي كبير هو عملية التشاور لوضع أسس حقيقية للتعاون بين قوى الاحتجاج والمنظمات والنقابات والقوى السياسية التي نشأتها وأساسها وروحها من تشرين العظيمة. لذلك اليوم الكل يتحدث، احتجاجيين والقوى السياسية الحديثة والجديدة والمدنية وتطلعية للتغيير، تتحدث عن موضوع التغيير الشامل الذي هو عنوان رئيسي لكل التظاهرات التي ستخرج قريبا، وبالتالي إحياء هذه الذكرى في 11، إضافة إلى التأكيد على هذه المطالب، التأكيد على الوجود الكبير في الشارع العراقي. من خلال ملاحظتنا الأزمة السياسية الحالية اللي موجودة في البلد من 2003 وإلى مرورا بتشرين 2019 وما أثمرت من عنده من هذه الأزمة وهذا الركود السياسي، ارتأت القوى السياسية الناشئة المنبثقة الصديقة لتشرين، المنبثقة بعد تشرين، وكذلك بعض القوى العلمانية الليبرالية أن تكون فاعلة في خلق الحل، وأثرت على نفسها التوحيد. وهنا اليوم نلاحظ أنه هناك جهود كبيرة جدا لتوحيد هذه القوى السياسية.